السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. أنا معكم النهاردة إن شاء الله عشان نقول لحضراتكم اللي إحنا هنعمل إيه في شهر رمضان. بإذن الله هنقدم برنامج اسمه برنامج دقيقتين فقهيتين. هنحاول نختار في أبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بأحكام الصيام. هنتكلم فيه عن كل شيء ولكن باختصار شديد، يعني الحلقة هتتراوح من 2 إلى 5 في أغلب الحلقات. هنتكلم فيه عن كل شيء. الحلقات دي هتبدا ان شاء الله يوم 16 شعبان، هنبدا بدري علشان هي الاحكام طويله ومحتاجه مجهود كبير، لكن الحلقات هتبقى قصيره جدا، هتستمر من يوم 16 شعبان الى اخر شهر رمضان ان شاء الله. برنامج دقيقتان فقهيتان، اهلا بكم. سؤال حلقة اليوم هو: ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان؟ إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ببلد دون بلد آخر، فهل يجب الصوم على سائر الأقطار والبلدان الإسلامية الأخرى؟ إطعام مسكين صاعا، فما معنى كلمة صاع؟ وما هو مقدار الصاع النبوي؟ ما معنى كلمة يطيقونه في قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ سؤال حلقة اليوم هو: هل القيء يفطر؟ أحدهم للإفطار عنده، ولما جيء بطبق الكنافة تحرك الشعر في كامله، فقال مرتجلا: وما لي أرى وجه الكنافة مضبا، وإن رضاها زف لي رمضانا، عجبت لها في هجرها، كيف أظهرت علي جفاء صد عني جفانها، ترتهمتني بالقطائف فاغتتت، تصد اعتقادا أن قلبي خانها، ومذ قاطعتني ما سمعت كلامها، لأن لساني لم يخاطب لسانها. بالضبط، أول ما تفطر تشرب شوية مية ويؤذن وأذان المغرب وتفطر، ترفع يديك وتدعو فيستجيب الله عز وجل دعاءك. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للصائم دعوة عند فطره ما ترد. يكون طموحا أو يريد أن يكون ناجحا لابد أن يكون ذا إرادة وعزيمة وصبر قوي لا يلين. وحتى كمان الحاجة دي، تقوية الإرادة والعزيمة والصبر، ده تدريب عملي على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن من لم ينتصر على شهوات نفسه لا يمكن أن ينتصر على عدوه. من حكم الصيام كذلك تحقيق التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا إن شاء الله بشرة جميلة، يعني هنقدم حلقات باللغة الإنجليزية، هنتكلم فيها عن بعض القضايا المتعلقة بالدين الإسلامي. يعني الحلقات تبقى فيها مثلا من 10 دقائق إلى ربع ساعة ديت للمتحدثين باللغة الإنجليزية. نرجو من حضراتكم يعني الاشتراك في القناة، قنوات أسفل، الرابط بتاعها أسفل هذا الفيديو، اللي مشتركش يشترك في هذه القناة حتى يصلوا إلى كل ما هو جديد. اسمحوا لي أن أقدم هذه الرسالة باللغة الإنجليزية للمتحدثين باللغة الإنجليزية. This message to you, all my friends who speak English language. It's my pleasure to introduce to you these episodes which discuss some of Islamic issues. We discuss together some of the important issues related of our true Islamic religion in the next month, in the whole Ramadan. This is Muhammad Kamal talking to you, and I'm pleasure to companion you in these episodes. Please get ready and I'll see you there. Until then, have a good one, and Allah peace, mercy and his blessings be upon you. Bye bye.